أطفال وحرم تنعى ما تملك بعد دمعة يمي الشاطش مضيعة يا عباس عدها مال بالجربة ودروب النغر صعبة هل كان على فد شربة يا عباس واحد يسأل الثاني عمي ليش ما جاني ينظر يا بسلساني يا عباس روحين روحين عالماي عالماي شمعين شمعين عالماي عالماي عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا مولانا المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هيئة حاضر الشداد هذه الهيئة المباركة اللي تأسست سنة 1422 هجري تقريبا، يعني التأسيس الأول كان مع هيئة خدام العباس وتفرعت من هيئة خدام العباس وصارت هيئة بوحدها. لله الحمد والمنة بركات سيد الشهداء، كل ليلة في هذه الهيئة توزع 1000 سندويشة مع عصير الفيمتو وعصير المانجا لله الحمد والمنة في مدينة المحمرة، وخدام الحسين الله بارك بهم ويرعاهم ما مقصرين، الجميع ويانا واقفين على قدم وساق في خدمة سيد الشهداء وفي خدمة خدام الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أشرف وأطهر خدمة هي خدمة الحسين سلام الله عليه، اللي يريد يحصل الأجر يحصل الرفعة يحصل السمو في الدارين الدنيا والآخرة يخدم سيد الشهداء الإمام الحسين، وهذا شيء ملموس من آبائنا وأجدادنا، الشيء اللي شفناه ولمسناه من آبائنا وأجدادنا أنه خدمة الإمام الحسين هي شرف للجميع، شرف ما بعد شرف. هواي من خدام الحسين إذا تجرده من كلمة خادم الحسين هو لا شيء، أنا أحكي عن الحقير حسين أميري طبعا، إذا تجردني من كلمة خادم الحسين فأنا ماكو شيء. أسأل الله بحق الحسين بكرامة الحسين أن يوفقنا وإياكم ويبقى نداءنا إلى الموت لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. مذخور أنت للشدة بيك الباري حل وعد الحسين وهلت سلدة يا عباس حيدر سلمك أختك قال الطاهرة بختك ظلت بتعلي بذمتك يا عباس قلت تكفلت بيها وبتطف عينك عليها دقيت الصدر ليها يا عباس ضلدين ضلدين عالماي عالماي شمعين شمعين عالماي عالماي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله لكم الأجر، ونقدم التعازي إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، ونسأل من الله بجاه الحسين وبجاه مصيبة الحسين أن يرفع هذا البلاء والوباء عنا، وخاصة أدعو لجميع خدام الحسين، هاي كلمة أقدمها نيابة عن كل خدام الحسين، أن يرتفع الوباء حتى تنفتح الحدود ونذهب إلى زيارة سيدي ومولاي أبي الأحرار الإمام الحسين صلوات الله عليه، ونسأل من الله جل وعلا أن يدوم علينا هاي الخدمة ولا نزول عن طريق الحسين. ومثل ما تفضل أخوي حسين الأميري، بلا خدمة الحسين وبلا أهل البيت إحنا ماكو شيء. هذا والسلام عليكم. أمن زينب بشوفك لا عايفة وتعوفك كل عزتها بجفوفك يا عباس متلين متلين عالماي عالماي شمعين شمعين عالماي عالماي.